السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمود، قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. الحلقة بتاعنا النهاردة إن شاء الله هي عن أدسنس سبايك، مسمى ده أول مرة يذكر في المحتوى العربي، وأنا بقول الكلام ده على كامل مسؤوليتي. حتى في المحتوى الأجنبي لو جيتم تدوروا على أدسنس سبايك في اليوتيوب مش هتلاقوا حد يتكلم عن الموضوع ده قبل كده خالص. في جوجل ممكن تلاقوا نتيجتين أو ثلاث نتائج بحث بالكتير. أدسنس سبايك باختصار إنه بيحصل تغيير كبير جدا في معدل الارباح بتاعتك، بتوصل مش هقول بقى تتضاعف 100% او 200%، بتوصل ل 1000% و2000% و3000%. فده طبعا يعني ايه تارجت عالي جدا يعني. فده الادسنس سبايك هو ده سبب المشكله اللي حصلت في القناه اليومين اللي فاتوا. استراتيجيه جديده كنت بحاول اطبقها في استهداف الكيوردز، وفجأت يوم بالليل لقيت حساب ادسنس عندي اتوقف، او مش اتوقف يعني اتجمد. يعني المفروض انك بتيجي مثلا الساعه 12 الاكونت بتصفر وبترجع يعد بقى سنتات دولارات كده، يعني بيعرفك انت ارباحك ماشيه ازاي، او على الاقل يوريك مشاهدات يوريك كليكات. لقيت الدنيا دي كلها وقفت ودت صفر. انتظرت لحد الساعه 1، لحد الساعه 2 بعت ايميل لادسنس ما وصلنيش رد للاسف. صحيت تاني يوم الساعه 8 الصبح لقيت المشكلة وصلت لقناة اليوتيوب، نفس الشيء حصل. اناليتكس ساعات معايا احصائيات اصفار، بعت رسالة لادسنس او لليوتيوب دعم الفني، للأسف برضو ما وصلنيش رد. في نفس اليوم الساعة 8 بالليل او 8:30 تقريبا لقيت جاي لي او ظهر لي رسالة على الاناليتكس، رسالة بتقول your channel just had a big spike in revenue. big spike in revenue، وذكر لي التاريخ وذكر لي اليوم. ما معناه ان القناة حققت ارباح طفرة في الارباح في خلال يوم معين؟ ده بيحصل لاسباب كتيرة من ضمنها، وعلى فكرة ده السيرش ده مش هتلاقوه موجود حتى في محركات البحث، يعني ده جاي مع المسج الخاصة بأدسنس. زي في حاجات كتيرة، خدمات كتيرة جدا على فكرة خاصة بجوجل، ما بتلاقوش حد بيشاركها ولا في المحتوى العربي ولا حتى في المحتوى الاجنبي، يعني لان اللي بيوصل للليفل ده ما بيكونش عنده وقت ان هو يشارك المعلومه. باختصار يعني هو وصل لمستوى متقدم جدا فما بيشاركش معلومه. يعني زي هنتكلم بالتفصيل عن كده، في بعض خدمات في جوجل بتسهل عليك حاجات كتيره جدا في التدوين، بتسهل عليك حاجات كتيره جدا في انتاج المحتوى او انشاء المحتوى، في استهداف ادسنس، في البحث، في حاجات كتيره جدا، تفاصيل كتيره جدا في جوجل ان شاء الله هنحاول نتكلم عنها في الحلقات الجايه. نرجع بس لموضوعنا اللي هو ادسنس سبايك. الرساله بتقول يور شانل جاست هاد ا بيج سبايك، يعني لو ظهر لك تغيير في الارباح غريب، يعني انك جيت في يوم كده لقيت مثلا انك سايب بتربح يوميا وليكن مثلا 10 دولار، وجيت تبص تلاقي بدل 10 دولار بقى 200 دولار، يعني بدل انك متوسط ماشي ارباحك 10 دولار الربح طلع 200 دولار وبعدين نزل تاني للمتوسط بتاعه 10 12 دولار، ده اسمها ادسنس سبايك. طيب اول ما حاجه زي كده تظهر قدامك ما ينفعش تتجاهلها، لازم على طول تراسل ادسنس تعرفهم ان في يعني احتمال يكون في مشكله في الاكونت علشان تخلي مسؤوليتك وما تخاطرش بحساب ادسنس بتاعك. طب الكلام ده بيحصل بناء على ايه؟ يا اما ان عندك فيديو حقق نسبه مشاهدات كبيره جدا، وده ما حصلش في التشانل عندي، يعني انا ما حصلش في التشانل ان انا عرضت فيديو حقق نسبه مشاهدات جدا في اليوم ده تحديدا، يعني يا اما في مصدر ترافيك جديد وده برضو ما حصلش عندي، يعني ده ما حصلش، يعني مشاركه او تضمين للفيديو ان حد عمل شير للفيديو او حد عمل تضمين للفيديو في موقع فحقق ترافيك كتير، فده ما حصلش. الموضوع باختصار يا شباب ان في عندي فيديو، الفيديو ده حقق ريفينيو قيمته 70 دولار لكل 1000 مشاهد، 70 دولار لكل 1000 مشاهد. طبعا كان ارباحي انا منه ادسنس بياخد 40%، انا باخد 60%، ارباحي انا من الفيديو ده كانت 38 دولار وسنتات، يعني و 38 دولار وسنتات الكلام ده من 750 مشاهده، كمان مش من 1000 مشاهده، من 750 مشاهده. طبعا اللي احنا بنتكلم فيه ده هو يعتبر يعني ايه طفره، حاجه ما بتحصلش الا كل فين وفين يعني، ولو دي استراتيجيه وقدرت ان انا اطبقها في اكتر من فيديو
بغض النظر بقى محتوى عربي محتوى اجنبي ايا كان المحتوى. يعني لو الاستراتيجيه دي اتطبقت في اكتر من فيديو دي تبقى مصيبه لجوجل يعني وللمعلنين تحديدا. يعني على سبيل المثال انك بتحقق 100 دولار لكل 1000 مشاهده، معنى كده انك ال 100,000 مشاهده بتحقق عليها 10,000 دولار، المليون مشاهده 100,000 دولار. فده يعني مليون مشاهده 100,000 دولار، ده مبلغ فظيع جدا، يعني مبلغ مهول. يعني لو قناه من القنوات الشهيره زي قناه كيسن السيت او اي قناه شهيره حصل معاها ده مليون مشاهده، ده بينزل الفيديو النهارده بالليل بيكون جايب المليون مشاهده. ف 100,000 دولار مكسب 100,000 دولار يوميا كده من فيديو واحد بس عن طريق استهداف كيورد، استهداف كلمات مفتاحيه. الاحتمال الثالث انه يكون حصل فيه تغيير في نوعيه الاعلانات او السي بي ام، وده اللي حصل، ان انا عملت استهداف. واكدب عليكم لو قلت لكم على فكره ان هو استهداف مقصود، هو استهداف غير مقصود. يعني انا بختار الكيوردز بتاعتي باساليب مختلفه، بحاول اجرب هنا وببدا اقارن الريفينيو بتاع ده، المشاهدات بتاع ده، وبناء عليه ببدا اغير في الاستراتيجيه بتاعت اختيار الكلمات المفتاحيه. طبعا احنا قلنا فيديو قبل كده قلنا 5 دولار لكل 1000 مشاهده، الناس انبهرت. يعني لما نتكلم النهارده 100 دولار لكل 1000 مشاهده، هاو كان اي اكسس، ده رساله بتاعت، انا بقرا لكم الرساله بتاعت جوجل، هاو كان اي اكت اون ذس، يعني انا اقدر اعمل ايه معاك. في البدايه خالص هو جوجل بيقول لك حاول تستثمر المبلغ ده في تحسين مستوى القناه، او مش تحسين مستوى القناه، في تطوير القناه. طالما انك خلاص يعني وصلت الليفل كويس، بدات توصل لمرحله ان يكون في عندك سبايكس، يعني مسامير كده او طفرات في حساب ادسنس، سبايك دي معناها دخل غير معتاد، يعني انك دخلك شهريا مثلا وليكن اكس دولار، فانت في يوم واحد عملت 5 اكس، يعني عملت 5 اضعاف الدخل الشهري، انك هتقعد شغال 5 شهور انت حققت مكسب 5 شهور مثلا في يوم واحد بس. فادسنس بيقول لك طالما انك وصلت للمستوى ده وبدات تحقق ارباح، حاول تستغل ده في تطوير القناه، في انك تحسن من انتاج المحتوى، في تشتري معدات، كاميرات، اضاءه، ما اعرفش ايه بتاع، تعمل ترويج للفيديوهات بتاعتك وهكذا. طيب من ضمن الارشادات برضو بتاعت ادسنس بيقول لك حاول تلتزم بقى بثلاث حاجات، يعني من ضمنها تشيك يور موست ريسنت ابلودز، يعني حاول تعمل تشيك على الفيديوهات. هو طبعا يعني ايه بيحاول يدلك ازاي ده حصل، يعني فبيقول لك اعمل تشيك على الفيديوهات اللي فاتت قبل كده، وشوف انهي فيديو فيهم قدر يوصل معاك للتارجت ده. كيف يورز كومينج باك، يعني شوف انت وصلت للفيديو، حاول تخلي المتابعين او الناس اللي حققت لك الربح ده يرجعهم تاني. يعني لو مثلا الفيديو ده حقق ارباح وليكن مثلا من دوله اكس، فخلاص انت حاول تستهدف الدوله اكس دي في اختيار الكلمات المفتاحيه بتاعتك وفي استهداف الترافيك. لو المشاهدات بتاعتك اجت من لغه معينه، يعني مثلا لغه الماني، لغه فرنساوي، انجليزي، اسباني، فانت حاول تركز على استهداف اللغه دي. والكلام ده انا شرحته بالتفصيل في استهداف الكلمات المفتاحيه، وكان فيديو بعنوان ازاي تختار الكلمات المفتاحيه كمحترفين. يعني وقلت انك اختار تلت كلمات مفتاحيه للتشانل، تلت للربح، تلت المشاهدات، اعمل ميكس بين الثلاثه وشوف انه فيهم اللي هيشتغل معاك. عايز ترافيك اختار كلمات مفتاحيه تجيب لك ترافيك، عايز ريفينيو او عايز ارباح اختار كلمات مفتاحيه تجيب لك ارباح. ثالث ملحوظه بعتها لي ادسنس في الايميل، بيقول لك يو كيب يور فيديو ادفرتايزرز فريندلي، يعني خلي الفيديوهات بتاعتك صديقه للمعلنين. يعني وده اللي انا بتكلم فيه من زمان، وكان ضمنيا يعني، وفي ناس كتيره ما سمعتش الكلام واستهزأت بيه او ما اهتمتش بيه. ان انا بقول يا شباب ابعد عن المحتوى الاباحي، ابعد عن المحتوى الطائفي، ابعد عن المحتوى العدائي، يعني المحتوى اللي فيه عري، رقص، فيه جنس، الحاجات دي كلها ماشي هتجيب لك مشاهدات وهتجيب لك ذنوب كمان، على فكره هتجيب لك ذنوب قد كده، هتجيب لك مشاهدات وهتجيب لك ذنوب، بس قابلني لو كسبت منها. مين معلن هيدخل يعلن او يحط اعلان محترم بيدفع فيه فلوس على رأس ولا حاجه طائفيه ولا حاجه عاديه؟ فدي حتى نصيحه من جوجل، يعني جوجل في الايميل بيقول كيب يور فيديوز ادفرتايزرز فريند، حاول انك الفيديوهات بتاعتك تكون صديقه للمعلنين، صديقه للمعلنين. ما فيش شركه محترمه هتدخل تعمل اعلان على حاجه خاصه بالعري، لان عارفه هي عارفه مين اللي هيتفرج على ده، يعني عارفه مين اللي هيدخل يتفرج على ده، فيعني مش هكسب من وراه حاجه، يعني مش هكسب من وراه حاجه.
ده بالاضافه انك يعني مين هيعلن على فيديوهات كده او قنوات كده الا لو كان يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، هي دي سلعه رخيصه، فبالتالي مش ما حدش هيدفع فيها فلوس علشان يعلن عليها. اوكي، يا ريت المعنى يكون وصل يعني. فنركز يا شباب في المحتوى الهادف لا اكتر ولا اقل. ده كان اختصارا للتجربه بتاعتي اليومين اللي فاتوا. طبعا انا سعيد جدا ان انا حققت التارجت ده، الحمد لله رب العالمين. كنت قلقان جدا ان يحصل مشكله في اكونت ادسنس، خاصه ان هو ده الاكونت الرسمي، ولكن لقيت دعم كبير جدا من جوجل ودعم من ادسنس ودعم منكم من الشباب اللي قدم لي دعم وقدم لي سبورت في الفتره اللي انا كنت قلقان فيها، وعملوا مشير للقناه بدون ذكر اسماء لانهم كتير. بجد والله بشكركم جدا. مكملين ان شاء الله مع بعض باذن الله تعالى، ومكملين في الاختراق والهاك. والاختراق والهاك ما هواش انك تخترق موقع او تخترق جهاز كمبيوتر وتقول هاك دي باي فلان وانا لسه عندي كلامي ولسه عند رايي، ان ما هواش هو ده الاختراق. عشان هو ده جزء من الاختراق، بس اللي انا عملته في ادسنس امبارح اول امبارح ده اختراق يا شباب. اللي انا عملته في ادسنس ده اختراق، انك تضاعف ارباحك ل 1400 اكس، انك توصل ل 100 دولار ار بي ام، ان انا احقق من اربع مشاهدات 38 دولار. فده هو ده اختراق، هو ده اختراق. يعني ادسنس في الرساله بتاعته بيقول يعني ايه يو هاف ا بيج سبايك، يعني باسلوب مؤدب كده احنا بنقول يعني مسمار خنجر، بس يعني ايه انك عملت حاجه طفره في ارباح ادسنس. فده شكل من اشكال الاختراق يا شباب. عايز تتعلم اختراق، انت محتاج تذاكر تسويق، محتاج تذاكر تسويق. وانا قلت ده تحديدا في الفيديو اللي فات، قلت الاستهداف انك النهارده ساي مثلا، انا عايز مش عايز اتكلم في تفاصيل دلوقتي، خليها في وقتها يعني، ولكن انت محتاج اختراق. فاحنا بنتكلم استهداف يا جماعه، اختراق احنا بنتكلم في استهداف احنا بنتكلم في تسويق معايا. ما ينفعش تقول انك شغال هاك او انك هاكر وما انتش مذاكر امن معلومات، وما انتش فاهم شبكات، وما انتش فاهم تصميم موقع، ما انتش فاهم تطوير موقع، ما انتش فاهم هندسه اجتماعيه. كل دي حاجات بتتربط مع بعضها علشان تطلع هاكر. كان معاكم محمود، قناه ماتريكس 217 على اليوتيوب. الفيديو لو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، شير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد من المعلومه. مكلمين ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، والفيديو اللي جاي هيكون عن التسويق، ازاي تحط خطه تسويقيه. بس هاتنا في الفيديو الجاي. كل سنة طيبين ولا إله إلا الله.